صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة لأنها معروفة. صلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. صلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة لكن مع الكراهة، والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة. وما ورد عن بعض السلف فهو كغير من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، لقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا يدل على أنه لا يتطوع الإنسان بركعة واحدة. نعم.